سلام زوينات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير كنتمنى يا ربي يا ربي يعجبكم هاد لا فيديو هذا حيت فريمون اولا بصراحه أه تعذبت عليه وقلبت على أه الكلمات ولا الجمل اللي خاصني نقول اليوم جبت لكم كوميديا تحت طلب بزاف ديال البنات قالوا لي جيبي لينا كوميديا وقلبت لكم اليوم غادي نجيب لكم أه قصه أه يعني اولا أه فيديو على الراجل السقرام كيفاش المراه كتعامل معاه وكيفاش هو كيتعامل مع المراه يعني راه كاين الراجل السقرام وكاينه المراه اللي سقرامه انا جبت لكم الراجل السقرام كيفاش كتعامل معاه مرتو مرته وكيفاش هو كيتعامل معاها يعني راه هذا راه كاين في المجتمع ديالنا كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم آه آه ما تبخلوش عليا العدد كبير كبير من اللايكات وبارطاجيوه مع العائله ديالكم باش كلشي يضحك وكلشي يستمتع آه زعما آه فريمون تعذبت على هاد لا فيديو تعذبت عليه بزاف بزاف يلا البنات بارطاجيو لا فيديو وتشاركي الا كنتي باقا جديده و أو... تابوناو <applause> وبسلام عليكم تنتمنى فيديو ينال إعجاب ديالكم يلا نبداو لا فيديو ديالنا راجل عادي ما غاديش يتلافت ولا غيتصنت غي خصني نعيط عليه بواحد الطريقه لحتى حتى انا عندي تقرم شويه والراجل والراجل نعم الثلاجه راها خاويه كتصفر فيها غير البقوله ما نخرجوش نتقداو الثلاجه خاويه انت خوات فاش فيها البقوله صافي خمسين الماكله ديروا شويه الريجيم أويلي والله حتى غدا ندير لك غير البقوله في الغدا وبقوله في العشاء تبقى غير تبقلن ايوا هذا هو حال المراه اللي كتاخد السقرام ايوا هذا هو حال المراه اللي كتاخذ السقرام كلشي كيتحاسب منها حتى من النعاس كيتحاسب معالي تقول غير خلصوا لها نجيبو وشوف دابا انا راه غادا نهز حوايجي وغنمشي للحمام عطيني فلوس باش نمشي للحمام ما تقوليش تاني ما عنديش انا ليا باش نمشي للحمام دابا 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 واش ضربك الخلا؟ واش ضربك الخنا قول لي ضربك الخلا؟ الناس كيمشيو مره في 3 شهور للحمام وتيا خاصك كل شهر باغي تمشي للحمام ها ويلي انت مالك على التسقريم مالك 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 على التسقريم شنو ما شنو التسقريم شنو التسقريم اشمن تقريم معقوليش من تقريم ان مبديرين كي يكونوا من اخوان الشياطين اشلي العزيز واه هي راشلي العزيز تقطع لي الصباط وبغيت صباط خاصني صباط تقطع لي صباطي اذن ديني قيصارية ناخذ شي صباط ولا شي صندالة هكاك را صافي ما داكاش نبقاو رقعو فيه بقاو نخيطو فيه راه ما جاتش كيفاش بغيتي الصباط <applause> اه الصباط آه يا مادي عمي باش شريتو لك مادي عمي باش شريتو لك خديتو لك ب 2000 ريال مالك واش في المناشط ميحه تاكل داكشي ولا شنو هاوي ليلى تقولاش بغيتي تحسن وراه هي ديك القضيه اللي ديك النوبه كنا مشعليين التلفازه وقالسين ديس ساعه جاتي طفى التلفازه حنا جاي عندك انت يطلب منك دابا دابا قرب عيد زواجنا ودابا كنفكر ااا اه شنو بغيتي نجيب لك نعطيك فلوس ولا نعطيك التليفون ديالي عزلي وحده في هاد الجوج دابا هاد السقرامه دا اللي خديت تزوج بيا نهار 29 في فيفري فبراير وما كيحتفلش ما حتى 29 فبراير كيجي مره في ربع سنين قاول ابني ودابا تيقول لي واش بغيتي فلوس ولا التليفون و الا قلت لي فلوس واحد عشرين درهم غادي نقول ليه بغيت التليفون ديالك فهمتي باش ما انا ما باقاش نتقولب درا واحد الصقيري مخرجة مني غنقول بغيت التليفون ديالك باش ما فيني فين يهرب عليا ارا ليا تليفونك ارا بغيت تليفونك ولي غادي ناخد ما بغيتش فلوس تي ما بايتش فلوس بايت يا تيلي فون ديالي قايد قايد سايفا ستاو ستوستين 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 ياه. وانا خليت كتسة يلا نطهر نايفة اجل عطيني بعدا عير ناخد زريري عا نطرطقو بيها ونته# ونتلاهاو فيها ناكلو الزريعة شهيد زريعة واش من زريعة دابا شدي راس بنتك نقيه من القمد تلاهي فيه لونو بحالو بحال الزريعة بحال القمد يلا أويلي نتا مالك على هاد الجوع مالك مالك حنا نضيعو فلوس الزريعة علاش؟ نضيعو فلوس الزريعة غتشبعك غتشبعك آه هي كون بقيت عزبه وياخد لي غير شي واحد زريعه ونبرك في الجريده حتى نكملها آه عباد الله الناس واخدين الناس واخدين الراجل عباد الله وانا موجود وموجود وانا واخده كش مش ما يعتقش كنتمنى البنات يكون هذا الفيديو كوميدي اه ضحككم شويه وتشجعوني بلايك ديالكم وكتبوا لي في التعليق اش من افلام كوميديه بغيتو تشوفوا السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله